نهارك سعيد مبارك يا بنتي. بنتك؟ طبعا طبعا زي بنتي طبعا. انا اسف جدا اني طبيت على غفله دون موعد سابق. ايه ما عادش خلاص عندي لا سكرتاريه ولا مدير اعمال ولا 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 اللازم منه كمان عشان ياخد مواعيد. لكن برضو الحمد لله اني عرفت العنوان. الله الله الله، انتي واقفه ليه يا بنتي؟ ما تقعدي، ما هو زي بيتك برضو. اهلا اهلا. ايه الله اقول لك ايه، قومي هصيلي حاجه ساقعه كده من اللي ترد الروح وتسقي العطش وتجلي الصدور. و وحضرتك بقى تحب تشرب حاجه زي ايه يعني؟ تشرب ايه؟ اي حاجة اي حاجة ان شاء الله، حتى مياه غازية اي حاجة اي حاجة. نشوف اخرتها ايه. بس المؤاخذة المؤاخذة يعني انا ما تعرفتش بحضرتك من غير دلوقتي. ما هو يا بنتي صبرك عليا شوية، ان صبر القاتل على المقتول ما كانش قتله. طب حد يتصل بيها، يستعجلها يستعجلها.